طبعا الجزائر من الدول السباقة في معالجة مسائل الأمن والسلم في المنطقة من خلال أولا مجهوداتها وما قامت بها على المستوى الوطني من محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف بجميع أشكاله. وهذه التجربة طبعا من خلال ما وصلت إليه الجزائر تشاركها أو تتشاركها مع العديد من البلدان وخاصة فيما يخص الجوار وبالتحديد دول الساحل، حيث تقوم بمجهودات كبيرة لإرساء الأمن والاستقرار في هذه البلدان. بالضبط ما يعيشه العالم حاليا من تطورات خطيرة كبيرة وخطيرة له تأثير على السلم والأمن في أفريقيا. الظروف الحالية تقودنا إلى القول أنه على الدول الأفريقية أن تتضامن فيما بينها فيما يخص مسائل السلم والأمن للخروج برؤية موحدة، والخروج كذلك بحلول إفريقية للمشاكل الإفريقية. نعم بالطبع هذه مسألة مهمة وهذا سؤال وجيه. الأمن في بلدنا مرهون باستقرار دول المنطقة دول الجوار، والدليل على ذلك أننا نعتبر أن أمن الجزائر من أمن دول الجوار بما ليبيا أو مالي أو النيجر أو موريتانيا إلى غير ذلك من البلدان. والمشكلة الأمنية مرهونة بما هي عليه الوضعيات في هذه البلدان فيما يخص استقرارها وأمنها. الجزائر لها اهتمام، والقضية الليبية أولوية بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية، والسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صرح بذلك، وأن القضية الليبية أو ليبيا هي قضية أمن وطني بالنسبة للجزائر.